دونك هي تي بريم ار كتساوي لنا دونك جي دو دلتا اللي هي 1 على 2 ام بي ار او كاري نضربوها فاش تيطا فوق منا دو بون. اذا يمكن ان نختزل هنا ب ار جات هنا كامله. دونك شنو غتبقى لنا العلاقه الثانيه تي بريم تساوي دونك 1 على 2 ام بي في ار و تيطا سكوند. هذه العلاقه رقم 2. دونك بحال عندنا الان علاقتين مهمتين. دونك العلاقه الاولى دونك ممكن تسموها ديك الساعه واحد، وهذه العلاقه الثانيه علاقه 2. دونك نحتفظ بالعلاقه الاولى الفوق، نعاود نكتبها لكم من فوق هنا باش نخليوها في هذا المكان ديال هنا، ونتابع في الاسفل. شروط جسم سرد قابل للدوران حول محور ثابت. ما نساوش بان عندنا جوج ديال المعطيات في التمرين. المعطى الاول، المعطى الاول دونك عطاونا بانه الخيط اف غير مدود، يعني ما كيتغيرش الطول ديالو غير مدود. ملي عطاونا مثلا شي تمرين ان الخيط غير مدود، دونك ديك الساعه ممكن نكتب العلاقة. كتعرفوا بأن التسارع ا كيساوي المشتقة ديال في بالنسبة للزمن، وعلاقة أخرى في كما شفنا هو في كتساوي لنا ار فوا تيتا بوان. إذا ممكن نعوض ا ومن شحال كتساوي لنا ا دي دو في على دي دو تي، يعني دي دو ار في تيتا بوان على دي دو تي. ممكن نخرج هاد ار لانها عباره على مقدار ثابت. اذا ا كتساوي لنا ار مشتقه ديال تيتا بوان بالنسبه للزمن. شنو هي المشتقه ديال تيتا بوان؟ هي ار في تيتا سكوند. يعني ملي عطونا مثلا شي تمرين مابقاوش نعاودو البرهنه دائما، درنا اول مره باقي ما شفناهاش في الدرس. دونك ملي قلنا مثلا في التمرين هاد الشرط ان الخيط اف غير مدود، يعني اوتوماتيكمون تيقولوا لنا بان ا راه كتساوي العلاقه بين التسارع الخطي والتسارع الزاوي، يعني ا راه كتساوي لنا ار فوا تيتا تيتا سكوند. دونك اذا دابا كذلك ملاحظه اخرى نديرو هنا، مثلا في التمرين تعطونا مثلا كما شلاحظتو تما في ليكزارسيس ان الخيط كتلته مهمله. الخيط اف كتلته مهمله. ملي عطونا في شي تمرين ان الخيط كتلته مهمله، هذا كيعني بان هاد القوتين بجوج، قوه التاثير وقوه التاثير المضاد، راهم متقايستين. يعني تي راه 100% كتساوي ماذا؟ تي بري. ولاحظوا بان هاد الملاحظه هاد دونك الملاحظتين كيتكتبو ديما في التمرين. ملي عطونا خيط غير مدود، نكتب اوتوماتيكمون العلاقة ان ا كتساوي ار تيتا سكون. ومن عطونا بانه خيط عنده يتوفر على كتلة مهملة، يعني بان تي القوة التي يطبقها الخيط على الجسم كتساوي بالضبط القوة التي يطبقها الخيط على البكر. يلا نجمعو بين هاد العلاقتين بجوج. منساوش الهدف الرئيسي، راه بغينا نحسبو التسارع اللي هو ا. دونك نحسبو التسارع دونك حسب العلاقة رقم واحد، العلاقتين واحد واثنان، واحد وجوج، دونك شحال كتساوي لنا القيمة ديال التسارع ا؟ دونك جي سينوس ألفا ناقص، ممكن نعوض تي بهادشي اللي خرجنا هنا، واحد على جوج ام بي ار تيتا سكوند. طبعا ام بي غنقسم على ام سي. ار فوا تيتا سكوند ممكن تعوضوها ب ا الا بغينا. ما نساوش تنقلبوها للتسارع،
هذا كيف تصبح العلاقة الآن؟ باش نجمعو الكل، نجيبو التصارع للطرف الآخر ديال المعادلة. طبعا راكم عارفين شي الرياضيات نعملو بها، دونك شنو غتعطينا؟ واحد زائد ام بي على جوج ام سي، وهادشي كله كيساوي جي سينوس الفا. ممكن توحدو المقام، جوج ام سي زائد ام بي على جوج ام سي، هادشي كله كيساوي ماذا؟ جي فوا سينوس الفا. فقدنا فقط مرحلة واحدة نوصلوا للحل النهائي، دونك هذه العلاقة انتهينا منها الآن. إذن التصارع A اللي تيكون في المقام تاع البسط غتعطينا جوج ام سي جي سينوس الفا، ونقسم على ماذا؟ جوج ام سي زائد ام بي. وهكا كنلقى التعبير ديال التصارع بدلالات كما طلبوا منا مثلا في التمرين هنا. عبر عن التصارع ديال الجسم اللي هو ا بدلالات جي الفا ام سي و ام بي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا التمرين، وفكروا خدموا التمرين رقم جوج بنفس الطريقة، ونعاودو نصحو إن شاء الله المرة الجاية.